أم قيس جدار الغائرة في التاريخ أفضل القرى السياحية في العالم بحسب منظمة السياحة العالمية التي أكدت أن هذه القرية الوادعة حققت الشروط المطلوبة إنجاز جديد سجلته خارطة السياحة الأردنية بضم قرية أم قيس لقائمة أفضل 32 قرية سياحية في العالم خلال العام الجاري موجبات هذا الضم جاءت لما حظيت به القريه من التزامها بالابتكار والاستدامه عبر الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه مع التركيز على تطوير السياحه بما يتماشى مع اهداف التنميه المستدامه استقبلنا هذا الخبر من منظمه السياحه العالميه باختيار مدينه ام كافضل قريه سياحيه عالميا من ضمن 136 قريه او من ضمن 136 ملف قدم لهذه المسابقه هذا الانجاز الذي سجل للوطن وقامت عليه وزاره السياحه والاثار وهيئه تنشيط السياحه ودائره الاثار العامه بالاضافه الى العديد من الشركاء الرسميين 136 قرية تم ترشيح ملفاتها من كافة دول العالم بناءً على مجموعة من المعايير الدولية التي تغطي تسعة مجالات هي: الموارد الثقافية والطبيعية، تعزيز الموارد الثقافية والمحافظة عليها، الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تنمية السياحة والتكامل، بالإضافة إلى الحوكمة وتحديد أولويات السياحة. نحن بالشراكة مع المجتمعات المحلية التي نحاول أن تكون شريك فعال ضمن المنظومة التي نعمل على تنمية السياحة في موقع أنقيس عملنا أيضا على استقطاب أبناء المجتمع المحلي ليكونوا شركاء معنا في تنمية السياحة في موقع أمقيس من خلال الحفاظ على الحرف التقليدية من خلال تعليم هذه الحرف للزوار داخل هذا الموقع بهدف إطالة مدة إقامة السائح داخل الموقع وتُعرف قرية أم قيس التي تقع في محافظة إربد قديمًا باسم جدارة والتي اشتهرت قديمًا كمركز للثقافة إذ كانت موطنًا لعدد من الشعراء والفلاسفة كما تقع أم قيس على تلة مرتفعة وتطل على وادي الأردن وبحيرة طبرية وتشتهر بشوارعها المدهشة ذات الأعمدة والشرفة المقوسة ضرار غنام رؤيا